تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، افتتح سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد النسخة 10 من مدينة الشباب 2030 تحت شعار بحرين وافتخر بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين. في مدينة هي أشبه بجامعة متعددة الكليات تجمع أفكارا ناجحة وفرصا تدريبية متميزة لتزويد الشاب البحريني بكل الإمكانات اللازمة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية لتحقيق رؤية البحرين 2030. بالنسبة لنا احنا هذه السنة اختلف طبعا الموضوع عن باقي السنوات اللي نبيه بيننا وبين الإخوان في تمكين هو كان طريقة استثمار طاقات الشباب حتى ينجزون حتى يوصلون للعالمية. فكنا احنا قاعدين نركز في فرص عمل، فرص انتاج، فرص ابداع حتى يبينون الشباب مواهبهم، وان شاء الله من هالاعلى احنا اللي نطمح له طبعا ان كل البرامج اللي نشوفها اليوم في مدينة شباب اللي بنسويه ان بنركز على اجزاء منها، الاجزاء الناجحة اللي موجود فيها اقبال، وإن شاء الله نقدر نعممها عن طريق المراكز الشبابية على باقي السنة. هذه المدينة سنوياً قاعدين نشوف الحمد لله أعداد أكبر تشارك فيه من الشباب اللي يستفيدون بالمهارات المطلوبة في سوق العمل. تركيزنا في صندوق العمل تمكين على هذه المدينة يأتي من ثقتنا الراسخة للأمانة وإيماننا الراسخ إن المهارات هذه اللي يستفيدون منها في برامج مثل هذه المدينة وغيرها من البرامج ذات الصلة وأهمية هذه المهارات في سوق العمل. طبعا بشكل واضح وجلي مخرجات هذه المدينه خلال السنوات العشر الماضيه قادرين نشوفها اليوم على ارض الواقع تدخل في سوق العمل وتوضح حق السوق عموما وتوضح حق الشباب الاطر المطلوبه في السوق. مدينه الشباب قدمت في نسختها العاشره 100 برنامج تدريبي للشباب والناشئه تحت اشراف كوادر وطنيه مؤهله وذات خبره عاليه مما سيساهم في تكوين مخزون من الخبره لدى الشباب في جميع المجالات. احنا نأمل اليوم ان شاء الله هذه المدينة تكون فيها استمرارية لانها تمكن الشباب من سوق العمل، سوق العمل البحريني تعطيهم فرص في سوق العمل البحريني وطبعا مع شريكنا الاستراتيجي تمكين. احنا نأمل ان شاء الله ان مدينة الشباب تكون مدينة دائمة تأهل الشباب طول السنة، نبحث من خلالها عن فرص العمل في السوق البحريني ونبدأ بتأهيل الشباب لهذا السوق. راح نقدم اليوم في مدينة الشباب احنا دورة في نحت وصخر الأحجار الكريمة تكون مدتها 3 ساعات بالتعاون مع مركز الجسرة. هاي الدورة راح تعطي الشباب اللي هو تحول الحجر الخام إلى حجر يستعمل في المجوهرات، وإن شاء الله يكون تعاون مستمر سنوياً. مدينة الشباب 2030 جاءت وهي تحمل في طياتها أهدافاً تتوافق مع مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي تستهدف توجيه طاقات الشباب واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع والفائدة. مدينة الشباب هذه في نسختها العاشرة والأخيرة استطاعت أن توفر كل الرعاية للشباب واستطاعت أن تحشر طاقاتهم عبر برامجها المتنوعة ليتم توجيههم للطريق الصحيح وإعدادهم للمستقبل. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.